مرحبا من جديد. تتوجه الأنظار في ليبيا منذ أسابيع إلى قدامس في المثلث الحدودي بين تونس الجزائر وليبيا. هذه المدينة يسعى الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر للسيطرة عليها، لكن هنالك فيتو جزائري يحول دون ذلك وفقا لمصادر ليبيا. بعض المراقبين عزوا هذا الرفض لخشية الجزائر من اندلاع توتر عشائري في المنطقة التي تقطنها غالبية من الطوارق في قدامس الليلية والدبداب الجزائرية المتحاذيتين. فأي اضطراب أمني في نظرها بين سكان المدينتين قد يقود إلى اضطراب اجتماعي على جانبي الحدود. لكن تقرير لوكالة نوفا الإيطالية كشف أن الهدف من تحركات الجيش الليبي هو فرض طوق عسكري على غرب ليبيا والسيطرة على مناطق حدودية مع الجزائر، بما في ذلك معبر الدبداب مع الجزائر ومعبر وازن مع تونس. ووفق التقرير يسعى الجيش للوصول إلى منطقة نفوذ سيف الإسلام القذافي بناء على معلومات مزعومة عن نيته تشكيل وحدات عسكرية تنافس الجيش الليبي في جنوب البلاد. بالتزامن مع هذه الحركة تسعى موسكو الحليفة للطرفين قائد الجيش خليفة حفتر والجزائر إلى إقناع الأخيرة بأن العملية العسكرية لن تؤثر على أمنها الإقليمي، لكن الجزائر ترفض أي تجاوب إيجابي مدعومة برفض غربي تام بقيادة الولايات المتحدة. إذن ما الذي تخشاه الجزائر؟ ما هدف المشير خليفة حفتر وروسيا من هذا التحرك العسكري المفاجئ؟ من الجزائر ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر دكتور زهير بوعمامة. دكتور زهير مرحبا بك معنا. لماذا تخشى الجزائر من تبعات هذه المعركة؟ ما الذي تختلف فيه هذه المعركة عن سابقاتها؟ مرحبا، مساء الخير. الجزائر لا تخشى، ولكن الجزائر قلقة ومن حقها أن تقلق، لأن الذي يحدث هو تحرك أحادي مرفوض ليبيا، مرفوض أمميا، مرفوض من عواصم تأثير كثيرة، ينقلب على اتفاقية وقف إطلاق النار بين الطرفين ويحاول أن يفرض واقعا أمنيا وسياسيا جديدا. طبعا لا شك كما كل الدول هذا التحرك من شأنه أن ينزلق، وهناك الآن نذر حرب واقتتال جديد بين الأطراف الفرقاء في ليبيا، ومن حقنا أن نقلق لأن احتمال عودة الاقتتال إلى ليبيا بين الليبيين على حدودنا سيكون لا شك لديه تأثيرات أمنية علينا، خاصة وأنتم ذكرتم الطابع أو العنصر الاجتماعي المهم في هذه القضية. وثانيا نحن أيضا، وقد عبرت الخارجية الجزائرية عن ذلك وإن كانت هي دعت إلى عدم الانجرار وراء العسكرة وفتح باب أو إعادة شبح الحرب بين الفرقاء مجددا، ولكن بعيدا عن الدبلوماسية هنا بالتحليل، الجزائر أيضا لا ترتاح أن لاحتمال أن يعني يستطيع حفتر ومن معه ومن وراءه فرض واقع أمني وسياسي يجعله جارا لنا أو على تماس مباشر بنا. طيب. خاصة وأنتم تعلمون أن العلاقة بيننا وبين الجنرال المتقاعد حفتر لم تكن طيبة في أغلبية الحالات. طيب دعني أستاذي الكريم أرحب بضيفي من بنغازي الباحث السياسي أحمد المهداوي. مرحبا أستاذ أحمد، أرجو أنك سمعت ما قاله ضيفنا من الجزائر. الآن ما الأسباب التي دعت قوات حفتر لشن هذه الحملة على قدامس؟ ما أهمية هذه المنطقة استراتيجيا؟ اليوم نتحدث مع جمهور عربي مش الكل مختصين. تحياتي لك استاذ آسيا عفوا ومشاهدي المشهد. أولا هناك تصحيح بسيط، استاذ آسيا المشير كان حرب خليفة حفتر هو مشير وليس جنرال متقاعد، بناء على قرار صادر من مجلس النواب السلطة التشريعية التي منحته هذه الصفة، وهو يعني أمر للتوضيح فقط. الشيء الآخر الذي يريد أن ننوه إليه استاذ آسيا أن هذا شأن داخلي لا علاقة لك أنت به، يعني سيد زهير هذا شأن داخلي ليبي لا علاقة لك أنت به. ما تكلمت سأجيبك كما بعد. نعم. تفضل
عفوا، انا لم اقاطعك استاذ زهير. هو لم يقاطعك، يعني هو لم يقاطعك. الاستاذ زهير يتحدث بانه سوف يتحدث في دوره. تفضل تفضل استاذ احمد. تحركات القوات المسلحه الليبيه في داخل الاراضي الليبيه اعتقد بانه شان داخلي ليبي، ولا يخلق الدول الزوار التي لديها نوايا حسنه تجاه جارات ليبيا. يعني لماذا لم تستاء مصر من تحركات القوات المسلحة على حدودها، ولم تستاء تشاد عندما قامت القوات المسلحة بعملية عسكرية في جبل كالنجا؟ هذا أمر داخلي، شأن داخلي ليبيا. القوات المسلحة من واجبها أن تؤمن الحدود المنتهكة. الجزائر لا تريد أن تكون منطقة بغدامس بالذات منطقة آمنة، هي تريدها منتهكة السيادة. يعني الصراع بغدامس هو محلي استاذ أحمد، محلي ولا في قوى إقليمية خلف إشعاله؟ ليس هناك أي قوى إقليمية، وأيضا لا وجود لقوات للجيش الليبي ذهبت إلى كل ما فيه أن قوات المسلحة الليبية يعني وفق استراتيجية وضعت من قبل رئاسة الأركان البرية لتأمين الحدود. يعني عندما نتحدث سادة آسيا، الإرهاب أتانا من الجزائر، يعني كل الإرهابيين الذين تم القبض عليهم وقتلهم في ليبيا جزائريين. يعني مختار بالمختار، هل قتلتموه أنت؟ مختار بالمختار قتل في ليبيا. يعني انتم صدرتوا لنا الارهاب، ومن حقنا ان نؤمن حدودنا. يعني شيء طبيعي، وهذه تحركات طبيعيه لم يدينها. عندما قال مرفوضه محليا لم يرفض احد هذه التحركات الا تيار واحد هو على خلاف مع المؤسسه العسكريه. دوليا لم يصدر اي بيان يرفض تحركات القوات المسلحه لتامين الحدود. الكل يعني صراع معابر، وليس تدخل لقوى خارجيه. صراع معابر ليس هناك أي هو تأمين، وليس صراع معابر سيد آسيا، هو طيب. تأمين للحدود طيب. المنتهكة. يبدو أن الأستاذ زهير لديه ما يقوله. هناك أشياء كثيرة يمكن قولها. بداية أنه يبدو الأستاذ أحمد يعيش في مجرة أخرى خارج حتى ضرب التبانة، لا في المنطقة ولا في شمال أفريقيا ولا. أولا الذين رفضوا هي حكومة شرعية معترف بها من الأمم المتحدة. أنت تقول فريق ثاني، وهم يقولون عنكم فريق ثاني يريد أن يستولي على السلطة بالقوة العسكرية. تقول أنه عالميا موقف الأمم المتحدة وواشنطن والاتحاد الأوروبي وروما كلهم أصدروا بيانات. ارجع إلى المكلفة الأممية بليبيا وماذا قالت؟ قالت أنها ترفض تحريك أي قوات من شأنها أن تؤدي إلى إسقاط اتفاقية الهدنة. إذا كنت نايم فهذا شأنك. ثانيا لا من ضيف أن يسكت، يعني هو ضيفي لا يمكن أن يسكت. ولكن على كل الأحوال استاذ أحمد سأعود إليك لترد، لكن لا يمكن أن نطلب من ضيف أن يسكت. أنا سؤالي لكليكما، ألا يوجد اتفاق موقع بين جميع هذه القوى؟ ألا يوجد اتفاق موقع؟ ما الذي أخل بهذا الاتفاق؟ السؤال لاثنيناتكم. تفضل أستاذة. لا أكمل ما زال ما جاوبت. تفضل. وقطعني. أكمل. تفضل. أولا عليه أن يتوضأ ألف مرة قبل أن يتحدث عن الإرهاب. وهذه الدولة باعتراف العالم دولة حاربت الإرهاب وقهرته. ولم حينما كنا وحدنا. ثانيا نحن إذا بدأ يكشف الحسابات، أكبر عملية هجوم على مواردنا الغازية في الجنوب جاءتنا من الحدود من ليبيا. وخلي لا نتكلم، نحن نحب الليبيين، لا نريد الآن أن نفتح وأن نعلن ما نعرفه ويعرفه الجميع. ثانيا سيدي يتكلم وكان العربية. يا ريت تخبر المشاهدين ما الذي نعرفه ويعرفه الجميع. يعني الذي يعرفه الجميع أن الجنوب الليبي الآن المستباح، والذي أرادت منه أطراف معينة أن يبقى هكذا بلا أمن حتى يتم من خلاله نقل الاضطراب إلى الداخل الجزائري. نعم. بعد أن تمكنت هذه الدولة من أن تصمد وأن تبقى الدولة المستقرة الواقفة الصامدة كالصخرة في وجوه الذين يريدون للمنطقة أجندات أخرى. ثالثا الرجل يتكلم وكأنه كما قلت لا علاقة له. دي كونكتي نقول بالأجنبية بالواقع. لماذا السؤال يا أستاذ، لماذا تتحرك قوات حفتر الآن؟
لأنهم يتهمون بأننا في انتخابات، والذين أوعزوا لهم بهذا الأمر يتخيلون بأن دولة بمؤسسات قوية، بجيش هو الأقوى، ثاني أقوى جيش في إفريقيا، بقدرات رهيبة يمكن أن يعني أن تدفن تحت الرمال كل من يتقرب من حبة رمل واحدة من ترابها. لماذا الآن؟ لثلاث أسباب على الأقل، وقد أشارت الصحافة الإيطالية لانوفا كما قلت قبل قليل إلى هذا الأمر. هناك من رعاة حفتر من يعتقد بأن بالإمكان تطويق هذا البلد وهم لا يستطيعون. لا طيب، انا سؤالي عن المشير خليفه حفتر لضيفي استاذ احمد نداوي. نعم، حتى اوزع الوقت بعدل استاذ زهير. في اصوات تقول انه المشير خليفه حفتر يخشى من سيف الاسلام، يخشى من منافس له، يعني يصنع قوه منافسه له. ما قولك في هذا الادعاء؟ أستاذ آسيا، أولا هذه أو ما يدور في ذهن ضيفك الكريم هي أوهام. يعني من أين أتوا بأن الجيش الليبي يريد مهاجمة الجزائر؟ لا نعلم من أين أتوا بهذه. وثاني أقوى جيش مكان يقال، أعلم أن هناك ثاني أقوى جيش. لا يستطيع، لا يستطيع، لن يخوض أي حروب، لن يخوض أي حروب، لن يخوض أي حروب. صغير وعندما تراجع التاريخ، وعندما تبون هو الصغير، تبون هو الصغير، تبون هو الصغير، تبون هو الصغير، تبون هو الصغير. دعني أكمل لو سمحت، دعني أكمل بوقتك. نعم، وتبون هو الإمبراطور. نعم، ما فيش أصغر منكم. طيب، سيد منتخب من شعبه، نحن لا نتبنى أي من مما يقوله الضيوف، لكن أريد باختصار منقسمة، ما عندها ولا حكومة، وفارض طيب. نفسها فارض، كل واحد يجبد إلى طريقة معينة. سأقول لك إذا حاولتم تدخلون ليبيا ستجدون قبور عند ليبيا. هناك جيش وطني قوي. أنا مضطرة لشكركم مع ضيفي الكريمان، من بنغازي الباحث السياسي أحمد المهداوي، من الجزائر كان معنا أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر دكتور زهير بوعمامة. شكرا جزيلا لكم.